السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع أصدقائنا على قناة بروفيسور كانال لتعلم اللغة الإسبانية. اليوم سنشاهد في هذا الفيديو الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. إذن سوف نشاهد 50 فعلا باللغة الإسبانية، ثم سوف نعطي لكل فعل يعني مثال على شكل جملة. In español hay tres tipos de verbos. يعني في اللغة الإسبانية هناك ثلاثة أنواع من الأفعال. النوع الأول هو verbos de primera conjugación que termina con ar. يعني الأفعال بحال كنقولوا يعني التصريف الأول، التصريف الأول كيساليو ار، أو الدرجة الأولى، أفعال من الدرجة الأولى ار كيساليو لينا بار. Verbos de segunda conjugación terminan con er, يعني أفعال من الدرجة الثانية تنتهي ب er. و verbos de tercera conjugación ir, يعني تنتهي ب ir. إذن ثلاث أنواع من الأفعال، هناك فعل ينتهي ب ar وفعل ينتهي وأفعال تنتهي ب ir وأفعال تنتهي ب ir. يعني نحاولوا تعقلوا على القضية هذه في اللغة الإسبانية، ولا حتى في اللغة الفرنسية عندنا بروميير جروب دوزيام جروب تخوازيام جروب، حتى في الإسبانيول عندنا Primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Muy bien. إذن هنحاولوا أننا نطرقوا لكل نوع ونشوفوا أمثلة منه. Muy bien. Entonces, verbos que terminan con ar. يعني أفعال تنتهي ب ar. Muy bien. شوفوا الفعل الأول. كيف نقول ساعد أو يساعد باللغة الإسبانية؟ نقول ايودار، ايودار. مثال عندنا اساعد امي في المطبخ، نقول جو ايودو ا مي مادري ان لا كوسينا. muy bien. otro verbo bailar، يعني رقص يرقص. كيف نقول أنت ترقص جيدا أو أنت ترقصين جيدا؟ لأن الضمير أنت وأنت في اللغة الإسبانية لديه نفس نهاية الفعل، يعني الفعل يمكن أن نصرفه لكلا الضميرين. digamos tú bailas muy bien، tú bailas muy bien. الفعل الثالث كيف نقول بحث أو يبحث؟ digamos buscar، buscar. إذن كيف نقول يبحث الأطباء عن حل لفيروس كورونا؟ نقول los médicos buscan una solución para coronavirus. coronavirus يعني كاين تماك واحد الأ عوض أو، كان عندنا نديرو أ coronavirus. El verbo número 4 es caminar. تمشى أو سار. caminar. كيف نقول يتمشى أحمد بسرعة كبيرة؟ نقول أحمد camina muy rápido. بالنسبة للمبتدئين، يعني في اللغة العربية كما كتشوفوا في هذه الجملة، في اللغة العربية يعني منهجية لا استركتورا دي لا فراسي، منهجية الجملة أو تركيب الجملة، دائما في اللغة العربية الجملة الفعلية تبتدئ بفعل زائد الفاعل زائد المفعول به، وأحيانا لا يقول مفعول به. المهم هنا هو الفعل والفاعل، يعني الفعل يكون أولا والفاعل ثانيا، عكس اللغة الإسبانية. الإسبانية دائما نبدأ بالفاعل، من قام بالفعل ثم نقوم بالفعل. أحمد جاء فاعل، كامينا هو الفعل. ديما داك اللي دار الفعل هو اللي كيكون في الاول، ديما السوخيتو هو الاول. موي بيان. اذا ديغاموس احمد كامينا موي رابيدو. كانتار، غنى يغني. كانتار. كيف نقول صديقتي تغني جيدا؟ نقول مي اميغا كانتا موي بيان. كيف نقول أغلق أو أقفل؟ digamos cerrar، cerrar.
كيف نقول يغلق آدم الباب؟ آدم cierra la puerta. Cierra la puerta. كيف نقول يحكي أو يحسب؟ هذا الفعل لديه يعني لديه معنيين، يعني جوج المعاني، يعني عنده يحكي أو يحسب. contar contar. كيف نقول يحسب أخي الصغير الأرقام جيدا؟ نقول mi hermano pequeño cuenta bien los números. bien. كيف نقول يشتري أو يقتني؟ digamos comprar comprar. كيف نقول في السنة الماضية اشترى خوان سيارة؟ digamos el año pasado Juan compró un coche. كيف نقول أجاب أو رد على؟ digamos contestar contestar. كيف نقول التلميذ يجيب على الأسئلة أو على أسئلة الأستاذ؟ نقول el alumno contesta a las preguntas del profesor. كيف نقول رغب في أو يتمنى أو يشتهي؟ نقول desear desear. كيف نقول أتمنى لك نجاحا تاما أو نجاحا كبيرا؟ نقول te deseo mucho éxito. كيف نقول أعطى يعطي؟ نقول دار الفعل دار. كيف نقول أعطت ماريا كتابها لصديقتها؟ نقول ماريا ha dado su libro a su amiga. بالنسبة لهذه الأفعال اللي كنصرفهم يعني كل مرة فوقاش كاش من زمان كنصرفوا، راه شفنا الأزمنة في الفيديوهات يعني السابقة، بحال هنايا صرفنا في البريتيرتو بيرفكتو يعني الماضي القريب. كيف نقول استمع يستمع؟ digamos escuchar escuchar. كيف نقول تستمع جدتي للمذياع أو الراديو؟ نقول mi abuela escucha a la radio. كيف نقول درس أو درس عفوا درس أو تعلم؟ قول estudiar estudiar. كيف نقول أنا أتعلم اللغة الإسبانية والفرنسية؟ نقول yo estudio español y francés. كيف نقول فسر أو شرح؟ digamos explicar. كيف نقول يشرح الأستاذ الدرس جيدا؟ نقول el profesor explica el curso bien. كيف نقول يتحدث أو يتكلم؟ وهذا فعل معروف، نقول hablar. كيف نقول أنا أتحدث ثلاث لغات؟ digamos yo hablo tres lenguas. كيف نقول أخبر بي أو أعلم بي؟ digamos informar informar. كيف نقول أخبرنا أستاذ الفلسفة بأنه لدينا امتحانات الأسبوع المقبل؟ نقول el profesor de filosofía nos informa que la semana próxima tengamos exámenes. كيف نقول احتاج إلى أو استلزم إلى شيء ما؟ نقول necesitar necesitar. كيف نقول يحتاج جاري إلى المال؟ نقول mi vecino necesita dinero. Muy bien. كيف نقول لاحظ أو راقب؟ digamos observar
observar. كيف نقول ألاحظ جيدا كل ما يشرحه أستاذي في القسم؟ نقول yo observo bien todo lo que explica mi profesor en la clase. Muy bien. كيف نقول دفع أو سدد؟ عندما تشتري أو تقتني شيء ما. Por ejemplo, كيف نقول سدد كريم ديونه؟ كريم ha pagado sus deudas. El verbo practicar. يعني تدرب أو زاول أو مارس. Por ejemplo, كيف نقول يزاول إسماعيل مهنة الترجمة منذ 20 سنة. نقول إسماعيل practica la traducción desde 20 años. El verbo tomar. أخذ أو مسك أو تناول أو شرب. يعني على حسب السياق. مثلا في هذه الجملة التي لدينا يعني أشرب كوبا أو كوب من القهوة دائما في المساء. إذن أقول siempre tomo un vaso de café por la tarde. Trabajar. يعني عمل أو عمل أو اشتغل. إذن كيف نقول أنا أعمل كل الأيام باستثناء نهاية الأسبوع؟ نقول yo trabajo todos los días salvo el fin de semana. والآن ننتقل إلى أفعال الدرجة الثانية. يعني verbos que terminan con er. أفعال تنتهي ب er. نشوف يعني الفعل الأول في هذه يعني هذا النوع. كيف نقول استقبل أو رحب بي؟ digamos acoger. إذن كيف نقول دائما يستقبلني عمي الموجود بأوروبا؟ نقول mi tío que está en Europa me acoge siempre. كيف نقول شرب؟ digamos beber. كيف نقول أشرب 2 لتر من الماء في اليوم؟ نقول bebo 2 litros de agua por el día. كما كتشاهدوا في اللغة الإسبانية قليل في القليل ما يستعملون الضمائر. قليل ما يستعملون الضمائر، لأن نهاية كل فعل فهي تشير إلى الضمير وتشير إلى الشخص، مفهوم؟ يعني تشير إلى ذلك الشخص الذي يعني سيقوم بذلك الحدث. لا يستلزم أن يعني يستعملون الضمائر. قليل ما يستعملون الضمائر. إذا بيبو فهي مصرفة في الضمير الأول اللي هو أنا. كيف نقول سقط؟ digamos cayer. مثال يسقط المطر من السماء. digamos la lluvia cae del cielo. Muy bien. كيف نقول أكل؟ digamos comer. كيف نقول أنا وصديقي نأكل في مطعم خاص؟ نقول yo y mi amigo comemos en un restaurante privado. كيف نقول نما أو زاد؟ نقول crecer. إذن كيف نقول تنمو نباتات جارتي جيدا في فصل الصيف؟ نقول las plantas خسر الاس. Las plantas de mi vecina crecen bien en verano. كيف نقول فعل أو قام بي أو أنجز؟ digamos hacer. مثال أقوم بالرياضة كل صباح. Hago deporte و hago el deporte cada mañana. كيف نقول قرأ؟
digamos, leer, leer. في كل ليلة أقرأ حكاية. Cada noche leo un cuento. كيف نقول استطاع يستطيع؟ Digamos poder. El verbo poder. كيف نقول لا أستطيع الخروج الآن؟ باللغة الإسبانية نقول No puedo salir ahora. No puedo salir ahora. كيف نقول فقد أو ضيع شيء ما؟ Digamos perder. Perder. كيف نقول فقدت هاتفي في مكان ما؟ Digamos he perdido mi teléfono en un lugar. كيف نقول يريد أو يحب هذا الفعل لديه معنيين يعني يريد أو يحب مثلا عندما تذهب إلى مقهى أو مطعم فعندما يسألك يعني لذلك الشخص الذي يقدم خدمات فتقول له أريد كذا وأريد كذا quiero una pizza y quiero un tagine etc. etc. إذن كيف أقول أحب أمي كثيرا yo quiero a mi madre mucho. كيف نقول جلب أو أحضر شيء ما؟ مثلاً مثال يحضر ساعي البريد أو يحضر ساعي البريد الرسائل يحضر عفواً ساعي البريد الرسائل إلى حينا. En español digamos El cartero trae los o las cartas a nuestro barrio. El cartero trae las cartas a nuestro barrio. يحضر ساعي البريد الرسائل إلى حينا. كيف نقول ملك أو امتلك؟ Digamos tener. Tener. كمثال يمتلك أبي سيارة رمادية. Mi padre tiene un coche gris. كيف نقول رأى أو شاهد؟ مثلا أشاهد فيلما في نهاية كل أسبوع. Cada fin de semana veo una película. كيف نقول رجع أو عاد؟ Digamos volver. Volver. كيف نقول غالبا ما أعود من العمل على الساعة السادسة مساء A menudo vuelvo de trabajo a las 6 de la tarde A menudo vuelvo de trabajo a las 6 de la tarde والآن ننتقل إلى الأفعال التي تنتهي ب ir يعني verbos que terminan con ir Muy bien إذن كيف نقول فتح digamos abrir يعني كنوركو على ديك اي ضغط على الحركة اي abrir يعني فتح كيف نقول يفتح مدير المدرسة الباب على الساعة 8 صباحا El director abre la puerta de la escuela a las 8 de la mañana كيف نقول اكتسب شيء ما digamos adquirir adquirir مثال تمكننا القراءة من اكتساب معارف كثيرة la lectura nos permite adquirir muchos conocimientos لاحظوا معي هنا الفعل جاء infinitivo ما معنى infinitivo أي أنه غير مصرف ولما يأتينا الفعل غير مصرف فهو يعطي القيمة كأنه مصدر كأنه اسم أعطانا اكتساب يعني مصدر ديال اكتسب اكتساب ها لما كيجي الفعل غير مصرف فهو يعطينا على شكل مصدر او اسم يعني تمكننا القراءة من اكتساب معارف كثيرة كيف نقول بنا digamos construir كيف نقول سيبني عمر بناية من خمسة طوابق عمر با a construir هاد لا ستركتورا راك شفناها في واحد الدرس السابق هذا فعل اير
زائد a زائد فعل في الانفينيتيفو يعني فعل غير مصرف يعطينا حدث يعني في المستقبل القريب. يعني سيبني construir va construir un edificio de 5 pisos. كيف نقول؟ قال يقول digamos decir. كيف نقول؟ أنا دائما أقول الحقيقة. Siempre yo digo la realidad o la verdad. Siempre digo la realidad ولا كنقولو yo digo la verdad. كيف نقول اكتشف؟ digamos descubrir. Descubrir كيف نقول؟ تمكننا وسائل الاتصال من اكتشاف العالم. Los medios de comunicación nos permite descubrir el mundo. كيف نقول وزع أو فرق؟ نقول distribuir. كيف نقول وصلت الشاحنة التي توزع الحليب على الدكاكين؟ نقول ha llegado el camión que distribuye la leche por las tiendas. كيف نقول نام؟ digamos dormir. مثال أنام تقريبا على الساعة 12 ليلا. En español casi duermo a las 12 de la noche. كيف نقول اختار؟ digamos elegir. مثال في الحياة عليك أن تختار مسارك بشكل جيد. En la vida debes elegir bien tu camino. كيف نقول كتب؟ نقول escribir. كيف نقول أخي الصغير يكتب جيدا؟ Mi hermano pequeño escribe muy bien. ذهب نقول ir. يعني هذا الفعل هذا يعني يعني على شكل باش كينتهيو الافعال ديال الدرجه الثالثه. هو هكا مكتوب ir ولكن لما كنصرفوه فهو يتغير، فهو من الافعال التي تتغير وقد قمنا يعني برؤيته في يعني الفيديوهات السابقه التي تحدثنا فيها على تصريف الافعال. اذا كيف اقول اذهب الى العمل على الساعه 7 صباحا؟ اقول voy al trabajo a las 7 de la mañana. Voy al trabajo a las 6 o a las 7 de la mañana. كيف نقول سمع أو يسمع؟ digamos oír. ¿Tal? يجب عليك أن تستمع لوالديك. Tienes que oír a tus padres. كيف نقول جاء أو أتى؟ جاء أو أتى نقول venir. إذا él viene a pie يعني جاء على رجليه. مثلا خوان viene a pie يعني عوضنا بالضمير إل يعني خوان viene a pie جاء على رجليه أو أتى على رجليه. كيف نقول يعيش؟ نقول vivir. مثلا أعيش مع عائلتي. vivo con mi familia ولا yo vivo con mi familia. كيف نقول خرج؟ digamos salir. مثال لا أحد يمكنه الخروج بعد 11 ليلة. digamos nadie puede salir después de las 11 de la noche. muy bien. إذن وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذن كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وإن شاء الله إلى فيديو قادم.